مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهل الهمة. برنامج أهل الهمة يعرض على تلفزيون دولة الكويت، تحديدا شاشة القناة الثالثة الرياضية الشباب والرياضة. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم أبطال ذوي الإعاقة في دولة الكويت وأهم إنجازاتهم، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي. وعودناكم على الإبداع، واليوم ضيفنا مبدع ومتميز، واستطاع أن يمثل الكويت تمثيل مشرف في العديد من المحافل الخليجية والعربية والعالمية. بعد الفاصل راح نتعرف على ضيفنا، خلكم معنا. عيسى الفضلي لاعب كويتي من ذوي الإعاقة، استطاع أن يرفع راية الكويت خفاقة في المحافل العربية والخليجية والدولية، فوضع اسم عيسى الفضلي بذهب في البطولات العربية والخليجية والعالمية. ما بطول عليكم، خلوني أرحب فيكم وأرحب بضيفي البطل الذهبي عيسى الفضلي. أهلا وسهلا فيك عبد الكريم، وأشكرك على البداية. تستحق والله يا عيسى. الله يسلمك حبيبي عيسى. عيسى للأمانة أنا يعني غير صداقتي ومحبتي الشخصية لشخصك الكريم، طبعا تربطني بعيسى يا جماعة ذكريات من أيام الدراسة، من أيام معاه التربية الخاصة، من أيام الابتدائي كنا أنا وعيسى أخوان وما زلنا الحمد لله. لكن طبعا عيسى اتجه إلى الرياضة، أنا اتجهت للإعلام، لكن ما زلنا دائما نمثل وجهان لعملة واحدة. صحيح. عيسى أنت بطل وانت شاعر. الله يحفظك. خلينا ندش معك دخول ذهبي ونتكلم عن بطولتكم الأخيرة، بطولة العالم اللي شاركتوا فيها منتخب السلة في الصين. طبعا كانت مشاركتنا الأخيرة في هي تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مشاركين فيها طبعا عن قارة آسيا بالإضافة إلى أوقيانوسيا اللي هي أستراليا ونيوزيلندا. فكانت مشاركتنا في هذه التصفيات ما أقول مخيبة للآمال، لكن أدينا وقدمنا في بطولة حلوة. هي التصفيات هذه تحكمها الهدف منها التأهل لكأس العالم. ولازم يتأهل من آسيا كلها ثلاث فرق. وكم دولة مشاركة من آسيا؟ آسيا كلها. كل آسيا. بالإضافة إلى أستراليا. ما شاء الله. نيوزيلندا. حلو. فلسوء الحظ بأن أبطال العالم في كرة السلة الكراسي المتحركة كلهم حضروا في البطولة، هم ويانا في التصفيات. أها. يعني عندك أستراليا بطل أولمبي ثلاث دورات متتالية تقريبا، ما شاء الله، وبطل عالمي ثلاث دورات متتالية، وطاح بمجموعتكم. مجموعتنا وهي حتى لو مو مجموعتنا، بس أنت عندك فرق ثانية. صحيح. إيران واليابان يعني ترتيبهم الرابع والسادس عالميا. أها. فيبون ثلاث فرق من آسيا كلها، أبطال العالم في اللعبة وياك أنت في التصفيات. وأنتم أبطال. أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني معناتها نظريتي صح أن من أشرس الألعاب في مجال ذوي الإعاقة هي كرة السلة. كرة السلة لأن أخذت الجانب الاحترافي بشكل كامل. صح. وتام. صح. يعني فرق محترفة إضافة إلى مشاركات صارت نفس تشامبيون في أوروبا، عندهم تشامبيون ليج، عندهم دوري أبطال اللي هو تشامبيون ليج، وعندهم سوبر ليج، بالإضافة إلى منتخباتهم فرقهم المحلية. دوري كرة السلة عندك في بعض الدول أربع مستويات. أه. الممتاز إلى الرابع. يعني فيها تصنيفات كرة السلة؟ مو هذا الدوري، يعني من كثر الفرق اللي عندهم. أه. من كثرة مثلا السوبر ليج عندهم 12 فريق، اللي تحته 12، اللي تحته 12، لأربع مستويات. قوانينها أبو عبد الله تختلف كثير عن قوانين؟ لا لا، نفس القوانين تقريبا، حتى هم يتجهون الى انه يكون الاتحاد واحد في المستقبل، المعاقين وغير المعاقين والصحة والاسوياء. حلو. فحتى القوانين مرة احيانا ياخذون تعديلات على القانون كرة السلة في الاسوياء، ياخذ في جانب عند المعاقين يحطونه عندهم. اها. يعدلون عليه. طبعا مقاسات الملاعب نفس الشيء، مثل ما هي الجول نفس الشيء. هي مثل ما هي، المقاسات واحدة والارتفاع الحلق والبورد واحد والقوانين واحدة. يعني أحيانا مرات
في قانون عند المعاقين ياخذونه ويطبق عند الاسوياء. اها يعني زين ابو عبد الله، ممكن ان منتخب من ذوي الاعاقه على الكراسي يبارون منتخب من غير المعاقين الاسوياء، يعني يصير ولا ما يصير؟ يصير بس يقعد على كرسي. لازم يقعد على كرسي. والحين حاليا في فرق كثير يعني عنده مثلا لاعب سوي لاعبين او ثلاث لاعيبه بعد اسوياء بالفريق بس واحد منهم في الملعب. اه فيقعد على الكرسي. على الكرسي ويلعب مهاره عاليه اصلا. ما شاء الله. اللعبه هي صارت لعبه اساسا. بس الكراسي تحكم فيها نفس كراسينا اللي نستخدمه ولا لا؟ لا لا اتوقع لا. تختلف. اخف واسرع ولها تتطلب مهارات خاصه في الكرسي هذا. زين في شغله بيني وبينك يعني بيني وبينك ما حد سامعها. عندنا اللاعب الجميل نوجه له تحيه لكل لاعبين منتخب السله في النادي الكويتي لرياضه المعاقين، بس نزار رمضان هالاسم هذا بالذات كثير بالمباريات انا حضر له اشوفه يطيح. يقول لا نزار يتعمد يطيح عشان يكسب نقطه على الخصم، صحيح؟ مو نقطه، لا هو يحاول طبعا يحاول ياخذ فاول. ياخذ فاول فمن كثر هذه يعني في طيحات انها تكون طبعًا. تكتيك معين هو يستغل طبعا نزار خبره نزار بالضبط يشوف الحكم هل هو جديد في المجال الحكم ممكن يكشفه يعني فيستغل الحكم يعني اذا كان جديد يقط نفسه او طاح إيه؟ بس مو اول بطوله يحكم فيها مثلا ويتعاطف الحكم يحسب له فاول مره بس في حكام لا يعرفونه يعطي انذار ما ولا خليه يطيح يكمل اللعب وعبد الله تستخدم الاسلوب هذا انت ولا لا؟ لا لا يعني هذا تكتيك انا اعتبره ذكاء صراحه هو يتقن الشيء هذا باحترافيه ابو عبد الله طبعا نبارك لك يعني 8 سنوات تبارك الرحمن تحصل على جائزة المشاركة في وتقريبا يمكن اللاعب الوحيد اللي حصلت على جائزة المشاركة في بطولات الخليج لكرة السلة. اي نعم اكثر لاعب خليجيا بالضبط شارك فيها شاركت كلمنا عن هالمشاركات هذه. اكثر لاعب في على مستوى الخليج والكويت طبعا شاركت في هذه البطولة وحصلت على الكاس. اها باسم الكويت طبعا باسم الفريق. شنو مسمى الجائزه اللي هو مشاركه اكثر لاعب يحصل على هي مو جائزه او التكريم اصلا هي رقم يعتبر فهذه تسجل في الامانه العامه لمجلس التعاون. جميل. من اللاعبين الاكثر مشاركه في احصاءاتهم هم في القسم الرياضي وتضاف طبعا لتاريخ اللاعب طبعا تضاف لتاريخ اللاعب طبعا. ابو عبد الله اسئلتنا كثيره وحلقتنا دسمة مثل ما قلنا في البداية، بس بنريحكم بالفاصل ونرجع معاك إن شاء الله. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع معاكم، لا تبعدون خلكم معنا. نرحب بكم، رجعنا لكم مرة ثانية مع ضيفنا المتميز الذهبي عيسى الفضلي لاعب منتخب السلة لكرة المعاقين في النادي الكويتي لرياضة المعاقين. حياك رب عبيد. الله يحييك مرة ثانية. طبعا ابو عبد الله يمكن قبل الفاصل احنا تكلمنا عن التكريم، تكريمك من قبل الأمانة المجلس التعاون الخليجي كأكثر لاعب ما شاء الله شارك في البطولات، وايضا ابي اعرج الى التحصيل العلمي ما شاء الله تبارك الرحمن. ضيفنا ابو عبد الله حاصل على ماجستير في المحاسبه والمنظمه الماليه تبارك الرحمن. ابو عبد الله يعني التوفيق بين الدراسه وبين الرياضه، يعني انا اعرفك شخصيا انت ملتزم جدا في تمارينك الرياضيه، يعني تبارك الرحمن لا تتاخر ولا تغيب، وفوق هذا متفوق دراسيا وحصلت على الماجستير ما شاء الله. التوليفة هذه شلون قدرت تتوفق فيها؟ لا هو شوف انا مو مثالي بالطريقه اللي قلت عنها عبد الكريم، هذا اللي انا حضره اللي اشوفه شيء من وراي ما ادري لكن هو لازم تضحي في جانب. صحيح. يعني انت عشان تركز على دراستك تضحي في جانب اخر. لو اب مثالي مشاهدينا ترى تبارك الرحمن انا اتابع سنابه يعني، وهذا بسلك اياه بعد ما تجاوبني على موضوع الدراسه سفراتك ان شاء الله. فقاعد اقول لك ان انت تركز على دراستك طبيعي راح
تهمل الجانب الرياضي. صحيح. لأنه هو في النهاية الأهم مستقبلك. طبعاً. الشهادة أهم شيء. يعني الرياضة عندنا في السابق إن شاء الله القوانين الجديدة يكون الرياضي محترف بشكل كامل طبعاً. صحيح. تهمل الجانب الرياضي نوعاً ما. أها. فيأثر على مستواك، يأثر يعني أنت. أنا في السابق كنت ألعب ألعاب قوة. بداياتك فعلاً ألعاب قوة. وكنت صاعد في اللعبة الألعاب الفردية يعني. شنو كانت لعبتك بالتحديد؟ القرص. القرص. نعم. وجبت أرقام فيها. عندي أرقام حلوة ما شاء فيها الله. وتنافسية. لكن أنت عشان تكمل في المشوار هذا لازم تتفرغ لتمارينك وللعبة. بحكم أن دوامك ودراستك وكذي صعب. صعب يعني إنك تكمل في نفس بس عيسى الفضلي قدر ما شاء الله يعني قدر يوفق. اليوم عيسى الفضلي يعني لاعب ورقم صعب، وبنفس الوقت تبارك الرحمن صاحب شهادة عليا. الحمد لله يعني بتوفيق من رب العالمين طبعا. ومثل ما قلنا قبل شوي وما شاء الله رب أسرة مثالي. الحمد لله. يعني وأبي أسألك عن سر سفراتك أنت وعيالك، الله يحفظهم يا رب. أنا أتابعك من مدة طويلة يعني، ودائما ألاحظك مركز على مانشستر. سفراتك أكثر شيء لمانشستر. نعم. شنو سر حبك لمانشستر؟ مانشستر طبعا مدينة جميلة ومعروفة طبعا. أه. مدينة رياضية. صحيح. وفيها أكبر ناديين على مستوى بس عشانها العالم. رياضية أبو عبد الله. لا أنا عندي بيت هناك في مانشستر. إيه عطنا المعلومات هذه نبي. وبنتي تدرس هناك يعني. ما شاء الله بنتك كبيرة ما شاء الله. تبارك الرحمن. فدائما أكون متواجد فيها هناك. بالإضافة وأنت تشوف السناب في ملعب مانشستر سيتي. ما شاء الله. آه بنتك سارة أتوقع الكبيرة نذكرها. سارة. نعم. سارة نوجه لها تحية وإن شاء الله يا سارة في مانشستر الآن موجودة. نعم. إن شاء الله أنها تشوف برنامجنا أهل الهمة وتشوف البطل وتفتخر أنها بنتها البطل عيسى الفضلي. أبوك بطل يا سارة بالفعل، ويحق لك تفتخرين فيه. والله يوفقك بدراستك بنيتي إن شاء الله. رحم والديك. بحكم وجودي في المدينة عملت عضوية في نادي مانشستر سيتي ممبرشيب. ما شاء الله عضو الحين انت في نادي مانشستر. اي عضوية فيها. ف اي معلومك تحب هالبلد. اي مباراة فيني اولوية في حجز التذاكر فيها. حلو. مباراة برشلونة كانت ومنشن جلادباخ كان فيدزون لي ايميل قبل ما يطرحون التذاكر في السوق. اها. ان تذكرتك موجودة. اوكي. مكان مخصص للمعاقين. حلو. انت ومعاك شخص مرافق فري. والشخص المرافق تبارك الرحمن عيالك الله يحفظهم. اي نعم. يعني صراحه فدائما ومن حظي ان الموسم هذاك اللي صارت عندي عضويه فيه ان مجموعه مانشستر سيتي كان برشلونه وفرق قويه لها اسم، فدائما احضر المباريات هذه. عاد ما تشجع ابو عبد الله؟ تشيلسي. كلش بعيد. اي والله بعيد. ابو عبد الله يعني من خلال ترحالك وانا اعرفك ما شاء الله راعي سفر وشاركت في بطولات كثيرة سواء عربية سواء عالمية. اليوم رياضة المعاقين في دولة الكويت وين وصلت بشكل عام على مستوى العالم، ما نقول بس على مستوى خليجي، وتحديدا لعبة السلة كونها لعبة جماعية. نعم. رياضة المعاقين بشكل عام في 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 بلدنا الكويت طبعا هي من تأسست هي عالمية. صحيح. والمنافسة عالمية فيها وفيها أبطال ما شاء الله يعني لا يشق لهم غبار. أبطال من بدت الأولمبيات تقريبا من قبل أولمبيات سيول 88. في كل أولمبيات لازم عندنا بطل أو بطلين يحصلون على ميداليات أولمبية، وبالإضافة إلى بطولات العالم اللي تصير يعني في كم ميداليات أولمبية وعالمية في نادي المعاقين ما شاء الله يفوق. تاريخ مشرف والله يا أبو عبد الله. الحمد لله. هذا شيء الواحد يفتخر فيه إنك تنتسب لهذا النادي بحجم وبكم الأبطال اللي موجودين فيه. شيء مشرف صراحة ما شاء الله. زين لو أبي أبتعد شوي عن الرياضة أبي أتكلم عن عيسى الفضلي مو من الجانب الرياضي. عيسى الفضلي الأب، عيسى الفضلي الشخص المجتمعي خارج مجال الرياضة، شنو روتينك اليومي؟ شوف اجتماعيا أنا عندي تواصل اجتماعي وحضور جيد اجتماعيا. لكن بحكم انك تروح النادي وتلعب وتتدرب وتدري في السابق دوام. صحيح. والتزام في الصبح في الدوام والعصر في النادي تنقطع اجتماعيا الا في المناسبات. فهذه انا مقصر تقصير والله. الكويتي يعني كلهم يا ابو عبد الله بيني وبينك يعني اذا بيرد على الدوام وعلى النادي ترى ما راح يتواصل اجتماعيا. ما لا صعب والله صعب الا المناسبات والديوانيات اللي تصادف العطل يعني. اها. ف
فقط. عيالك شو تخصص لهم الله يحفظهم من الوقت غير السفرات؟ هم لا عندي تقصير هم عائليا يعني هم اليوم اعترافات يعني اليوم عبد الله يعني يعترف على الهواء. عندي تقصير. هذه شجاعة والله لأن الإنسان يعترف على الهواء إن أنا مقصر في هالجانب. هذه شجاعة تحسد عليها الأمانة. زين الحمد لله عندي شجاعة شجاع يعني. الأوقات اللي تكون عندك وقت فراغ فيها شو تقدر تغطي وقت فراغك؟ لا وقت الفراغ خلاص أنت لازم تتواصل اجتماعيا زيارات يوميات يعني هذا تتواصل مع الناس فيها. حلو. وأنا لاحظت بسم الله عليهم عيالك أنت تحرص أنك تأخذهم معك في المناسبات الاجتماعية. أي نعم. يعني هذه أكيد لها دلالة أبو عبد الله. طبعا هو كأب إيش تبي توصل؟ ما أبي أوصل أبي يعرف تبي تغرس قيمة أكيد. أكيد قيمة اجتماعية والتواصل. صحيح. وصلة ذوي الرحم هذه ضرورية جدا لازم يتعلمها من هو صغير لين يكبر يعني. صحيح. هذه احنا تربينا عليها. اي والله الحمد لله. ابو عبد الله ما ابي انا يعني ما احب اتكلم عن السلبيات لكن ابي الناس تعرف اهم الصعوبات اللي تواجهنا. شنو الصعوبات اللي ممكن تواجهنا يعني من ذوي الاعاقة عشان يعرفون ان الدرب مو مفروش بالورد مثلنا مثل اي انسان عنده صعوبات. شوف كل انسان طبيعي يعني حتى الطبيعي عنده صعوبات. صحيح. لكن الصعوبات هذه عنده او خلقت او وجدت حتى انت تكون صاحب عزيمه اللي تجتاز الصعوبات. صح. حتى يكون للنجاح طعم اخر. طعم. اي والله بالضبط. يعني انت اذا تجلس مدايالك نجاح سهل. صح. ما راح تحس ولا تحس. اي والله. لكن اذا اجتزت الصعوبه هذه وحققت نجاح تحس بطعم نجاحك وبقيمته. برافو. وهذه الرساله اللي بوصلها ابو عبد الله. خلينا نطلع معك هذا الفاصل ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا لا تبعدون فاصل صغير ونرجع معكم. مشاهدينا نجدد لكم التحية والترحيب. أنا سعيد جدا والله بهالحلقة المتميزة وكل حلقاتنا من أهل الهمة إن شاء الله أنا متميزة لكن مثل ما أنتم شايفين كل ضيف يكون معاي بأهل الهمة يعطيني طاقة إيجابية عالية. ليش؟ لأن ضيوفنا دائما اللي يكونوا معانا طاقاتهم عالية وإيجابية. واليوم أخوي عيسى الفضلي لاعب منتخب السلة لذوي الإعاقة في نادي الكويت الرياضي للمعاقين والله إنه مشبع بالطاقة الإيجابية. وعبد الله أرحب بك مرة ثانية. يا مرحبا فيك. الله يحفظك. الله يسلمك. تكلمنا عن الطاقة الإيجابية. أنا بالفاصل تكلمت معاك عن الصعوبات اللي تواجه المعاقين بالذات بالسفر وانت راعي سفر تبارك الرحمن. شنو اهم الصعوبات اللي تواجهك ابو عبد الله؟ شوف هي الصعوبات اللي تواجهك انت لما تركب الطياره وياخذون كرسيك ينزلونه تحت. اها. للاسف اللي ياخذ الكرسي وينزله تحت مو حاسب قيمته. يا قصدك العامل؟ العامل اللي ياخذ الكرسي منك. ايه؟ لما تقعد بالطياره ينزله تحت. ينزلونه هم تحت لما تحت. حلو. تحت مع اي مع الشحن. اي حلو. ما تكون عمالة مدربة على شيء. آه. عبالة هذا. والكراسي هذه ترفع حيل ترى. هذه. خفيفة جدا. خفيفة جدا و. تيتانيوم كربون. وقيمة بالنسبة لك. بالضبط. ويعني. قيمة ماديا وقيمة هي رجولك أبو عبد الله. بالضبط. فياخذه لما ياخذه ويحفه أغلب لازم يكون مكسور في شيء في خلل. صحيح. فأنا أقول لما يكون هذه هي الصعوبة الوحيدة. صار معك موقف. اي والله صار مواقف وياي مثل اصعب موقف بهالنصه هذه. اصعب موقف ان استلمت الكرسي ركبتي ولا يقلب اطالع ولا مكسور. مو مكسور عوي يعني. هذا التاير لازق ورا الحديده كلها. لو مكسور احسن. لو مكسور احسن يعني. قاطين فوق جناط ما ادري طايح من فوق هذا فوق. وانت رايح. وانا رايح. خرب عليك السفره. طبعا خرب السفره. بس الحمد لله ان كان وياي شخص متخصص في تصليح الكراسي الكابتن نزار رمضان. نزار الجوكر ما شاء الله. طبعا ترهيب وشغل ترهيب ان شاء الله. اسطوره نزار. فصلح الكرسي ومشت السفره فيها الحمد لله. يعني بالفعل انت الحين اعطيتنا مجال ان نوجه رساله لكل شركات الطيران اخواننا بشركات الطيران. بالفعل كراسينا احنا كذوي اعاقه اول شيء والله غاليه ماديا مكلفه. صح. يعني مو رخيصه. وثانيا غير الماده هي بالنسبه لنا تعتبر يعني هي رجولنا اللي نمشي فيها. يمكن وانت راد للكويت ظل العمليه اخف شويه. طبعا راد ديرتك لكن وانت مسافر رايح ديره وينكسر معاك ولا مثل ما يعني فعلا اخترب معك بهذه الطريقه خرب عليك كل السفره. صحيح. فنوجه رساله لكل شركات الطيران يا جماعه دربوا عمالتكم لما تتعامل مع كراسي المعاقين تتعامل بحرفيه شوي. بالضبط.
ابو عبد الله، بظل انا بموضوع السفر، شو اللي لاحظته برا بمجال ذوي الاعاقه تتمنى ان ننقل لديرتنا هنا؟ يعني امانه يعني خلينا نتكلم لك عن ديرتنا، مثلا قبل 10 سنوات مثلا تواجه صعوبات في الحركه بالكرسي. صحيح. بس في الوقت الحالي اغلب الاماكن اللي اروح لها مجهزه. مهيئة. والله يا ابو عبد الله اني متوقع هالرد وابي منك. هذا شيء انا افخر فيه. صحيح. يعني في دول على مستوى بريطانيا مو امانه مو فيها اماكن مو مهيئه. ايه. في بريطانيا. في بريطانيا. وهذا واقع. في الكويت ابو عبد الله شيء هذا انا افتخر. معلومه ثمينه. ليش؟ بريطانيا فيها اماكن مو مهيئه للمعاقين. بالضبط. انا اتحدى بالكويت مكان مو مهيئه للمعاقين، ايش رايك؟ يعني عندك مثلا ما شاء الله الكويت اصبحت نموذج. الاندر جراوند في بريطانيا تصعد سلالم، في اماكن سلالم فيها. مستحيل. وسردابين وثلاث. صعب. وما يقدر اللي يستخدم الكرسي ينزل. لا ما يقدر. تروح محطتين ثانيه يقول لك روح بعد محطتين في اسانسير، هذه ما فيها. اسمعوا اللي تشاهدون برنامج اهل الهمه، اسمعونا الكويت شهادة أخونا عيسى الفضل البطل وشهادة كثير أيضا كانوا معاي بأهل الهمة، الكويت تفوقت على دول أوروبا في خدمة ذوي الإعاقة وفي توفير الأماكن المسهلة والميسرة لانتقال المعاقين بالكراسي. يعني أنا أعطيك مثال، شنو أقدم مكان عندنا في الكويت؟ مباركية. مباركية. صحيح. أقدر أدش سوق المباركية بكل سهولة ويسر. أي والله. إلا في بعض الأماكن، أماكن معينة يبي لها شوية. صحيح. ما حد منتبه لها يعني كشخص. أي والله. صاحب إعاقة هو اللي يعرف. بما أنك ذكرت المباركية أبو عبد الله، خلني أوجه تحية كبيرة جدا الإنسانة كان لها فضل بعد الله بمشاركة إخوانها الوزراء بتهيئة وترميم أسواق المباركية سعادة الشيخة أمثال أحمد الجابر الصباح. تستحق الثناء. أي والله. رئيسة مركز العمل التطوعي في دولة الكويت أم ماجد اللي احتضنت كل القضايا الإنسانية لا سيما المعاقين، وقالت كلمتها بسواق المباركية، قالت أول شيء هيئوا لي المباركية أنها تكون سهلة لأبنائي وإخواني من ذوي الإعاقة. فتحية لك سعادة الشيخ أمثال أحمد الجابر الصباح. أبو عبد الله احنا طولنا عليك بالوقفة، إيش رأيك نكمل حوارنا وإحنا نتمشى؟ حديقة مكان حلو وبنروح نقعد شوي بكافي بعد. تفضل. نقهويك. ما شاء الله حلو، شيء حلو. حياك. وعندي موتر صغير صغير جديد ولا لا بعواز. يعطيك العافيه. شو الموتر الحلو هذا؟ اللي الموتر الصغير اللي مال ليت. هذا مر عليه الموتر هذا يذكرنا في بريت المرحوم ابو عدنان سكت شهر العسل. شهر العسل قاعد اقول انا شايفك ذكريات جميله. لا ملفت للنظر والله ملفت، واشوفك انت هديتنا بالفاصل ووقفت عنده. اي السياره هذه من زمان كان ودي اصور فيها. صدق؟ وحققنا لك الرغبة عبر أهل الهمة. أبو عبد الله خلنا قاعد نشرب قهوة ونكمل حوارنا. حيا. عشاء ولا قهوة؟ لا قهوة. مشاهدينا الكرام حياكم الله مره ثانيه معانا في حلقتنا اليوم المتميزه من اهل الهمه. تميز الحلقه اليوم غير ان ضيفنا بالفعل انسان يعني مبدع، ايضا المكان اللي قاعد نصور فيه مثل ما انتم شايفين كله انتيكات. عجبني التلفون، اكيد يذكركم بجيل الطيبين، وانتم طيبين وضيفنا طيب. ضيفنا اللاعب الجميل عيسى الفضلي، جدد لك التحيه والترحيب. يا هلا فيك. رايك في الانتيكات؟ هذا انا مو ملحق عليه طبعا، اول جيل استخدمته. مو ملحق عليه؟ جيل ايفون 5 اول ما بديت فيه.
هذا اللي بديت حياتي فيه طبعا. بديت العيب المايب ها؟ يعني هذا كلش ما لحقت عليه. هذا ذكريات الماضين. يسولفون لك عنها الاولين. الله يعطيك الصحه وطوله العمر حبيبي ابو عبد الله. ابو عبد الله ودي انتقل الى جانب يمكن غير الرياضه، غير السفر، غير التجاره. اليوم عيسى الفضلي ايضا مثل ما تميز بالدراسه، تميز بالرياضه، ايضا ما شاء الله اتجه الى عالم التجاره والاقتصاد. عدل؟ قيد عندي محاولات تجاريه بس للاسف كلها فاشله او ما توفقت فيها. فاشله؟ لا ايش دعوه عبد الله، ولا عشان تبعد العين ما شاء الله عنك. لا محاولات فاشله بس انا مستمر يعني ان شاء الله. ما راح اسكت طبعا. حلو. هذه هوايه التجاره ماخذها ولا محاولة يعني إثبات وجود على مجال وصعيد آخر؟ لا هي التجارة مو هواية، التجارة دائما تكون لتحسين وضعك المادي. أه. انك تسعى للأفضل. حلو. وتحاول انك تنافس في هذا المجال. والتوفيق من رب العالمين في النهاية. زين عاد في هواية غير التجارة، التجارة تقول لي أنت مو هواية، مع أن في ناس ترى داشتها هواية. في ناس يعني متعتها، يقول حتى لو خسر بس قاعد يعني ارضي رغبه داخليه عندي. ممكن. لكن بننتقل الى هوايه وراح تنصدم انت منها. الطبخ. الطبخ هوايه اكتشفتها مؤخرا يعني حديثا بالنسبه لي. صدق؟ فكل جماعه ترى طباخ شاطر تبارك الرحمن وعليه مذاق، انا شخصيا والله ما اكلت، لكن اللي اكله من ايد عيسى الفضلي يقولون عليه نكهه وعليه يعني نفس بالطباخ مو طبيعي. نفس صدق؟ نفس صدق ونكهه البهارات. محاولات حديثه بس مميزه يعني صراحه. أه. امانه ما امدح نفسي بس حلوه. صدق؟ محاولاتك على مستوى البيت طبعا. لا على مستوى المخيم، على مستوى اوكي السفره، بسفره مثلا. حلو. ما حاولت تسوي مثل اللي هابين الحين يعني كثير ما شاء الله من شبابنا اللي توجهوا للطب انه يسوي له موقع مثلا؟ بالفعل يعني يربط الهوايه بالتجاره. بعد هذول المحترفين يعني في هالمجال هذا، احنا هوايه واصل مرحله مخيمات ما شاء الله وطلعات وسفرات. مخيم الربع عشان اذا اخترب ياكلون غصب عنهم. ما في غيره، ما في بديل. اخاف ابو عبد الله تسوي مثل واحد عازم ربعه فسوى لهم شاي ونسى يحط الشكر في الشاي، فلما قدم لهم اتذكر انه مو حاط شكر بالشاي، فقال شلون اتجاوز هذا؟ قالهم يا جماعه انا في بياله واحده ما فيها شكر اللي تطلع له العشاء عليه اليوم، فالكل شرب ويقول والله حالي الشاي. عشان كل واحد يبتكي من العشاء. هذا فن. طيب ابو عبد الله لو نرجع شويه للرياضه ونتكلم عن كره السله، وين إن شاء الله يعني في المستقبل القريب مشاركات المنتخب الكويتي لذوي الإعاقة؟ التخطيط في المستقبل القريب يعني البطولات اللي راح تشاركون فيها؟ يعني إحنا مقبلين على تصفيات بطولة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب أو دورة الألعاب الآسيوية اللي راح تكون في ماليزيا أو إندونيسيا. بعد كم إن شاء الله؟ شهر أربعة إن شاء الله أبريل. شهر أربعة. وللأمانة أبو عبد الله يعني تبارك الرحمن النادي الكويتي لرياضة المعاقين وجه لهم تحية عبر شاشة برنامجنا أهل الهمة. والله أنا لاحظت يعني في الآونة الأخيرة بالذات مركزين جدا على المعسكرات، يعني تبارك الرحمن قبل بطولة الصين بطولة العالم بطولة الصين كان في معسكر بتركيا عندكم. نعم. يعني وكانت مخرجاتها جميلة جدا. صحيح. عبد الكريم في كرة السلة احنا ما عندنا نشاط محلي. صحيح. لعبه جماعيه، انت عشان تجهز نفسك لاي بطوله قادمه لازم تحتك، يجب ان يكون هناك فرق تلعب وياها مباريات، تعرف اخطائك قبل المنافسه الحقيقيه، تعرف تقيم نفسك في هذا المعسكر او الفرق اللي لعبت معاها، احنا تكشف اخطائك للمدرب. صح. وبالتالي يقوم بوضع التعديلات او الخطط المناسبه لك في البطوله حسب امكانات اللاعبين. ابو عبد الله اصعب فريق يعني لما عيسى الفضلي يسمع هالفريق ان عندنا مباراه معاه يحسب له حساب؟ استراليا. بالضبط. استراليا. نعم. قوي. قوي جدا. اها. الفرق لعبتوا معاه طبعا كثير يعني كثير من المباريات. كثير من المباريات كان في تقارب. شوف هو في بدايه المباراه يكون في تقارب. اها. بس يعني لغايه الشوط نهايه الثالث يكون في تقارب، لكن الرابع يفرق، فريق استراليا متمرس
يعني ماخذ 3 أولمبيات و4 بطولات عالم. ويمكن عندهم عدة منتخبات في ذوي الإعاقة بالسلة. عندهم عدة أندية ودوريات ولعبتهم. أغلب اللعيبة محترفين في أندية خارج أستراليا طبعًا. أها. وهذا حياته هو لاعب يعني. صح. حياته يدرب الصبح والعصر. هواية ومهنة ماخذها أصلاً. يعني يعني. صحيح. الحين ما أبو عبد الله بالنسبة لرياضات ذوي الإعاقة. يعني أنا أعرف مثلاً لاعبين كرة القدم حتى في الكويت يعني تعتبر في مرحلة من المراحل مدخولها يعادل مدخول الوظيفة. موجود برياضات المعاقين يعني في لا مو برياض في الكويت كلها بشكل عام لا يزال الاحتراف جزئي حتى في غير المعاقين. الاحتراف جزئي الرياضة الكويتية ولكن بس أسمع يقول لك إن في لهم مكافآت لهم في راتب راتب مو بالمستوى المحترف يعني أها. ولكن في التعديلات الأخيرة وقر القانون الجديد وصوت عليه في مجلس الأمة حاليا خلاص اعتمدوا الاحتراف الكلي ان شاء الله انه يعود يعني راح يطبق ان شاء الله ان شاء الله يعني هذه بشاره تزفها ان شاء الله مو انا ازفها زف لا طبعا عن طريقك يعني تزفها لكل اخواننا من ذوي الاعاقه اللي للحين ما التحقوا في رياضه المعاقين طبعا قوانين جدا ممتازه تشجعهم مشجع القوانين الجديده كلاعب محترف انه يحسب له تأمينات اجتماعية بعد الاعتزال صحيح والخدمة طبعا حسب القانون بأن السنة تكون السنة العملية اللي يعمل فيها تكون بثلاث سنوات اها في التقاعد هذا حلو حلو فاللي يلعب 10 سنوات كلاعب محترف تحسب 30 سنة فيستحق راتب تقاعدي بعد الاعتزال راتب كامل اي هذا شيء مميز يعني حلو ومحفز للشباب انهم يتجهون إلى الرياضة واللي عنده هواية يمارس هوايته باحترافية. أبيك توجه رسالة عبر برنامجنا. وجهت أنا. لا رسالة مو بس بهذه رسالة للآن اللي قاعد يعني البعض وللأمانة إنهم يعني مو كثرة البعض اللي قاعد يقول أنا ما أدري وين أروح من إخواننا ذوي الإعاقة قاعد بالبيت يعني أنا كثير احتكيت بناس قاعد بالبيت ما مو عارف يحط هدف. عيسى ويمكن بالفاصل تكلمت انا وياك قلت لي في البعض اللي واجهناهم انه يقول لك انا ما اقدر اروح وجه رساله ابو عبد الله لا انا رساله اوجهها لاخواني اللي قاعدين في البيت او بالضبط يعتقد بانه ما يقدر يسوي شيء حسب اعتقادهم صح لا انت لك دور في هذا المجتمع ولك دور في حياتك انت لازم تفعل دور سواء عمليا في تكون لك وظيفة محترمة صح. أو قبلها تكون دارس دراسة إنها تأهلك لوظيفة محترمة أو إذا عندك موهبة رياضية تجه إلى أو هواية كثير مارس صح. مارس هوايتك صح. مارس إذا أنت مثلاً عندك إمكانيات رياضية أو تعال النادي تدرب إذا أنت مميز راح تكون لاعب محترف مثلاً تقدم لك الكثير من التسهيلات ولكن بمجهودك أنت صح وعدم استسلامك والرغبة الداخلية ورغبتك الداخلية عيسى بستشهد بكلمة قلتها أنت في بداية حلقتنا قلت أن الحياة لذتها بصعوباتها طبعا والله أبو عبد الله مقياسي دائما لجمالية الضيف اللي معاي أن الوقت يطير بدون لا نحس فيه أشكرك وإحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من دوك يعني. وطار الوقت معاك بسرعة إحنا تشرفنا في الله يسعدك أتمنى لك التوفيق في برنامجك وإن شاء الله إلى الأمام ربي يحفظك إن شاء الله جملتنا ومشكور على قبول دعوتنا في برنامج أهل الهمة تشرف يا عبد الكريم الله يحفظك إذن مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة قادمة وضيف متميز آخر في أهل الهمة إن شاء الله حتى ذلك الحين فريق عمل برنامج أهل الهمة يستودعكم الله إلى اللقاء